لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة الأمور على كل خير. أول شيء بدنا نركز على الطاقة أنه ما نطلع على الساعة، يعني حكم الغداء معلش الغداء بتأخر شوي. اليوم حضرتنا هامة هامة جدا لأي شخص ممارس للمجال الطبي. عدد سلايداتها 75 سلايد. راح نكون في سلايدات سريعين فيهم، راح نكون سلايدات أشرح فيهم وركز على النقاط اللي أعتبر أنه فيها نقاط ضعف في هذا المجال. ما راح أحكي أشياء بيزك أو دقيقة على أشياء رئيسية لأنه غالبا بعضكم أو كلكم تعرفوا إيش يعني إنعاش قلبي رئوي. في حدا ما بيعرف أبدا إيش يعني إنعاش قلبي رئوي أو ما مشتغل إنعاش قلبي رئوي بحياته، تمام؟ فبالتالي إنه نحن اليوم أغلبنا مشتغلين إنعاش قلبي رئوي، فراح نركز أكثر شيء على الملاحظات. نتبع الأسلوب التفاعلي، أسلوب التشاركي في طرح المعلومة. يعني ما راح أنا بس يكون معطي المعلومة، راح آخذ منكم معلومات، راح يكون في أسئلة وأجوبة ضمن المحاضرة. وإذا في أي سؤال فينا نرفع الإيد ونأخذ على أساس السؤال ونبدأ بمعونة الله. بداية الكارديو بولموناري ريسيسيتيشن هو الإنعاش القلبي الرئوي. راح نعتمد في المعلومات اللي راح نذكرها حاليا على توصيل جمعية القلب الأمريكية 2015 والتعديلات اللي رجعت ضافتها بال 2018. ليش أنا حطيت X على ABC؟ أكيد ما ABC المقصود فيها هي الأبجدية الإنجليزية. قديما كان في شيء اسمه ABC هو نمط التسلسل المتبع في الانعاش القلب الرئوي، يعني Airway Breathing Circulation. فأول ما يجيك مريض قديما كان تحرر مجرى هواء وتقدم تنفس للمريض، وبعد منها شو تساوي؟ بلش تمثيل. وجدوا انه هذا الشيء أحدث نسب وفيات عالية وكان في نسب فشل. طيب لحد الآن نظام ABC متبع؟ طيب رح قلكم نعم متبع، ولكن ببعض حالات مين مثل ليها؟ تفضل. الأطفال. طيب ليش؟ لحد الآن بال 2022 النظام المتبع في إنعاش القلب الرئوي هو إيش؟ ABC عند الأطفال وليس CAB. راح نشوف ليش. السبب أنه أغلب توقف القلب وأغلب آليات توقف القلب عند الأطفال تحدث بسبب نقص الأكسجين، فبالتالي تحرير مجرى هواء. السلام عليكم. الله كيف؟ أهم أو أحد أهم أسباب توقف القلب عند الطفل هو إيش؟ هو انسداد مجرى هواء أو أسباب نقص الأكسجين. فتفاجأ أنت أنه إذا أنت مثلاً نبي مريض، حاول تعمل تجربة وهي تجربة خطيرة، حاول نبي الطفل ومسوك بس هيك اطلع عنه 10 ثواني الأكسجين وهو منبه بعد منفسه، طلع النبض شو حصير فيه؟ فوراً النبض رح يتباطل، تمام؟ فبالتالي انقطاع أو نقص الأكسجين عند الأطفال فوراً بيقلوا تأثيرات قلبية وعائية على عكس البالغ اللي فيه عنده فترة من المعاوضة أكثر. فإذا بنتفق على نقطة ABC عند البالغ شو وضعه؟ ممنوع، تمام؟ طيب المواضيع المطروحة راح نحكي عن Basic Life Support أو BLS، راح نحكي عن ACLS وراح نحكي عن حالات خاصة في الإنعاش القلبي الرئوي. ممكن ما لحق حالات خاصة لأنه هي عبارة عن ملف لحاله، ممكن غير يوم. هي عبارة عن مسائل سريرية وإجاك مريض وكذا وإلى آخره وعنده حلقة دبوسية وعدد مرات تنفس 30 فجأة توقف قلبه إلى آخره. طيب إيش راح نتعلم هون نحن اليوم؟ راح نتعلم التسلسل الصحيح لمراحل الإنعاش القلبي الرئوي. راح نتعلم الـ BLS اللي هو الدعم الحياتي الأساسي، والدعم الحياتي المتقدم اللي هو الـ ACLS. مين بيقول لي إيش الفرق بين الـ ACLS و BLS؟ الفرق هو وجود جهاز صادم. وجود جهاز صادم بيخلي من الإنعاش اللي عم تقدمه ACLS أو BLS. فالإنعاش إذا ما في صادم شو هو؟ BLS. وإذا في صادم هو ACLS. ماشي. خارج مشفى ممكن ما يكون في أدريناي، ما يكون بين إيديك أمبو. بس الفارق ما بين الدعم الحياتي الأساسي والدعم الحياتي المتقدم هو إيش؟ الدرجة الأولى وجود مزيل للرجفان. طيب استخدام مزيل للرجفان رح نتعلمه، رح نتعلم شو الفرق بين النظم القابل للصدم والنظم الغير قابل للصدم، وآخر شيء الإنعاش عند الحامل لأنه له اعتبارات خاصة وتسمم بالأفيونات. بداية شو هو الإنعاش القلبي الرئوي؟ هو عبارة عن إجراء طبي إسعافي منقذ لحياة المريض، تمام؟ إجراء طبي إسعافي منقذ لحياة المريض يتضمن دورات متكررة من ضغط الصدر وإعطاء التنفس، ويتم إجراء شو؟ ويتم إجراء الحفاظ على الدورة الدموية ومنع حدوث عقابيل عصبية بالدرجة الأولى. يعني إذا أنت مسكت إنعاش مريضك ممكن بعد توقف القلب 5 دقائق تنعش ويشتغل القلب، شو كنت استفدت؟ ما يكون استفدت شيء، لأنه تكون تموت الدماغ. انقطاع الأكسجين عن الدماغ لفترة تزيد عن 3 إلى 5 دقائق تؤدي لأذية غير عكوسي. وين؟ أذية غير عكوسي في الخلايا العصبية الدماغية، لأن الخلايا العصبية لا تعوض. طيب الخلايا العضلية القلبية تعوض؟
العضلية القلبية تعوض، يعني إذا مات جزء من القلب يعوض. يتم إجراء الإنعاش قلنا للحفاظ على دورة دموية وأكسجين سوية عند شخص عنده توقف قلب. وقد يحدث توقف القلب إما داخل المنشأة الطبية نحن نشتغل فيها أو خارج المنشأة الطبية.